النهارده بالمناسبه هتابعه حصريا على شاشه النادي الاهلي الساعه 8 مساء مواجهه الاهلي وبنجي من افريقيا الوسطى في بطوله البال. طبعا البطوله اللي بتقام برعايه الان بي اي، والبطوله دي ان شاء الله باذن الله تكون مشوار الاهلي للمشاركه، والاهلي بالمناسبه وحامل اللقب يكون مشوار الاهلي ان شاء الله باذن الله ليتيح لفريقنا المشاركه في نسخه جديده من كاس العالم للباسكتبول او لكره السله. في نفس التوقيت ولكن على منصات السوشيال ميديا الخاصة بقناة النادي الأهلي على الفيسبوك وعلى على اليوتيوب هيكون متابعة عشاق الطايرة، طبعا هيتابعوا عمالقة الأهلي في الطايرة في مواجهة النصر الليبي أيضا الساعة 8 مساء، ولكن المباراة هتذاع أيضا على منصات السوشيال ميديا سواء الفيسبوك أو تويتر. نتمنى التوفيق لأبطالنا والأهلي على أعتاب المشاركة إن شاء الله بإذن الله في أربع رياضات مختلفة. نتكلم على الأهلي في الهاندبول، في كرة القدم ضمن المشاركة في نسخة كأس العالم القادمة، ونتمنى التوفيق لعمالقة السلة وأبراج الطايرة أيضا عشان يكون للأهلي إن شاء الله نصيب في المشاركة. هتكون نسخة استثنائية، يعني يبقى عندك أربع فرق بتمثل نفس القارة في موسم واحد في أربع رياضات مختلفة. هذا هو الأهلي، يا سلام.